بعد الفيضانات التي شهدتها ولاية بشار بداية الأسبوع، ها هي مصالح الأرصاد الجوية تعلن عن تنبيه من المستوى الأول بتساقط الأمطار قد يصل إلى 50 مليمتر أو يفوق ذلك. تهاطل للأمطار إلى غاية 6 من صباح يوم الخميس قد يعيد تكرار سيناريو الفيضانات، مما جعل رجال الحماية المدنية في حالة تأهب قصوى من خلال اتخاذ إجراءات استباقية خاصة في النقاط السوداء. فور صدور هذه النشرية وضعت أو سخرت مديرية الحماية المدنية جهاز أمني مكون من 5 فرق موزعين عبر كل النقاط السوداء الذي شهد تضرر كبير جراء ارتفاع منسوب المياه، من أجل تقليص كذلك المدة الزمنية والتدخل يكون آني فور حدوث أي طارئ لا قدر الله، خصوصا في الأماكن التي شهدت سقوط بعض الجسور في بلدية بشار، بالإضافة إلى القيام بدوريات عبر مختلف شبكات الطرقات سواء كانت داخل المناطق الحضرية أو خارجها، خصوصا التي يقطعها الوديان، من أجل مرافقة المواطنين وتأمين السلامة العامة لهم. ففي الوقت الذي تستعد فيه فرق الدعم والتدخل الأولي بمكوناتها الخاصة لمواجهة أي كارثة، يبقى على المواطن التحلي باليقظة لتفادي وقوع خسائر الأرواح. كل نشريات الجوية بتحديثها الجديد لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير لتفادي الخسائر في الأرواح، خصوصا كل مستعملي الطريق الوطني رقم 6 من شاحنات نقل البضائع والحافلات لنقل المسافرين الذي يحتوي على عدة أودية، فوجب على السائقين هنا تقليص السرعة واحترام قواعد المرور. هي إجراءات تأتي في إطار الجاهزية التامة للحماية المدنية لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، خاصة بعد التحذير من سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكمية معتبرة.